النجم المصري اللي كان لمع مع نادي بنفيكا ومن قبله كان لمع مع نادي تيرول ان مساوي. هنا لمسه يد واضحه، هنا بقى لمسه يد واضحه على سامح حسن، واضحه واضحه لمسه اليد على سامح حسن في اللقطه اللي فاتت، وبالتاكيد فيها ضربه جزاء. لكن ممكن جهاد جريشة كان بيقول ان ما فيهاش شبهه تعمد، لكن هي لمسه يد يا كابتن، لمسه يد واضحه. خلاص دلوقتي هنلعب رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك عن طريق